بهدف توعية قطاع الموظفات في الدوائر الحكومية وشبه الحكومية والخاصة في دولة الإمارات بأهمية الرياضة وأثرها الإيجابي على صحة المرأة، تشهد إمارة دبي منافسات الدورة الثامنة من بطولة الشيخ هند للألعاب الرياضية للسيدات بمشاركة عدد كبير من منتسبات تلك الدوائر. النسخة هذه النسخة الثامنة هي نسخة استثنائية، أصرت اللجنة المنظمة على تنظيم الدورة في ظل هذه الظروف الراهنة المحافظة على مبدأ الاستدامة في تنظيم الفعاليات الخاصة للمرأة. اخترنا الألعاب الفردية لتحقيق مبدأ التباعد الجسدي بين اللاعبات المشاركات، وأيضا سوف يتم تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية أثناء المباريات. وتتضمن الدورة تنظيم منافسات 6 ألعاب رياضية فردية هي سباق الطريق، سباق الدراجات الهوائية، الريشة الطائرة والكروسفيت وكرة الطائرة، بالإضافة إلى البولينج. وقد تم الاقتصار على الألعاب الفردية دون الجماعية حفاظا على الصحة والسلامة العامة وضمان تحقيق التباعد الجسدي بين المشاركات في الدورة. طبعا هي خطوة ما شاء الله رائعة وجيدة، وتخدم يعني تمكين المرأة في مجالات كثيرة من بينها الرياضة. وتعرف في فترة كورونا ظلوا الناس فترة حجر وكذا، فالرياضة عنصر مهم جدا في تقوية مناعة الجسم وعودة الناس إن شاء الله للحياة طبيعية. دورة الشيخة هند هي دورة طبعا سنوية، وما شاء الله يعني من الجهود الجبارة اللي تسويها مجلس الرياضي سواء اللجنة المنظمة، يعني نشكرهم طبعا على هاي الجهود صراحة على التنظيم، وسواء حتى ترتيب الألعاب المختلفة والتنويع والمشاركات. فهاي المرة يعني نحن قلنا ما راح نفوت الفرصة أكيد. الدورة وخلال سنواتها الثمانية حققت العديد من النجاحات باستقطابها الاهتمام والمشاركة الواسعة من الدوائر والمؤسسات الحكومية والخاصة في الدولة، نظرا لما تقدمه من برامج ومبادرات تعزز من أهمية الرياضة والنشاط البدني لدى المرأة رغم انشغالاتها الوظيفية والأسرية وجعلها أسلوب حياة. عبدالله الزعبي، قناة الغد، دبي.